بسم الله. السلام عليكم اخوتي الفلاحين، حبيت نوريكم برك شويه تاع تفاح بليزير كاليتي، واعطوني رايكم. هاوليك هذا تاع فرنسا وهذا تاع فرنسا، علاش هما عندهم بزاف تفاح في فرنسا الوغ يدعموا التفاح تاع بلادهم، واللي كاليتي اللي ما عندهمش يجيبوها من الخارج. كما هذا جابوه من لاشين، هذا الجولدن، هذا فيجي فرنسي، هذا ستوري، هذا فرنسي التيس، هذا جراني سميت، كندا، هذا روزي دي باري، هذا دالامبيل فرنسي، هذا رينات كلوشار، وهذا بومليز فرنسي، وهذا بوم بينك ليدي، هذا بينك ليدي ماركة تاع كندا الله أعلم، سي اون ماركة إكسكلوزيفيتي، وهذا ما عرفتش شنو هو اسمه، تفاح وخلاص 99 سنتيم. حبيت برك نعرف الى نقدروا حنايا في الجزائر نغرسوا هذا التفاح كامل. كي نشوف انا هكذايا الحمي شوك، علاش حنايا ما نديروش كيما راهم دايرين؟ هذا ما كان سؤال بسيط، يا نتوما يا الفلاحين الى تقدروا تغرسوا من هالانواع تاع التفاح، هذا ما كان ولات نقدروا يصدق لنا في البلاد تاعنا، هذا ما كان. هيا بارك الله فيكم وليكم التعليق.